على الطريق ما بين زبدين والمليحة، وخلفت عشرات الشهداء والجرحى وحرائق وحرائق. والآن سيارات اشتعل وأغلب الشهداء حالة ذعر وهلع بين المواطنين. وأما المجزرة الثالثة، سقوط عشرات الشهداء نتيجة استهداف طرنين آليين في معدنية الشام بالقصف بالطيران الحربي ميج. نعم، هل من أنباء جديدة سيد سلام حول مطار دمشق الدولي؟ نعم، هناك اشتباكات على طريق مطار دمشق الدولي وحصار الجيش الحر لمطار دمشق الدولي. تدور اشتباكات عنيفة على طريق الجسر الرابع والجسر الخامس. والمطار يعمل بشكل اعتيادي؟ المطار متوقف منذ أكثر من شهر إلى الآن. نعم، لأن هناك كانت معلومات متضاربة حول سير العمل في المطار، أنت تؤكد بأنه متوقف حاليا؟ نعم، المطار دمشق الدولي متوقف منذ أكثر من شهر عن الطيران، ولا يوجد موظفين في داخل مطار دمشق الدولي. والسلطات كيف تبرر هذا التوقف؟ والسلطات تحول مطار دمشق الدولي إلى سكنة عسكرية تقصف المناطق الغوطاء الشرقية ودوما وعربين. كيف تبرر هذا التوقف في المطار؟ السلطات تبرر السلطات بالصيانة الدورية لمطار دمشق الدولي. أشكرك سيد سلام محمد الناطق باسم شبكة شام الإخبارية المعارضة في دمشق وريفها. قرر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إصدار عفو خاص عن مئات النساء المدانات بقضايا جنائية، فيما هدد باستعمال القوة لفض الاعتصام على الطريق الدولي في الأنبار والمستمر منذ 10 أيام. كركوك دخلت على خط الاحتجاجات أمس وطالب